بالنسبه للكروم اللي كنستعملوه في الكسكسو، ايه يعني الا بغينا ننقيوه بعد النوبات كيكونوا فيه حشرات صغار، يعني بين دوك الطيات لداخل. ايه غالبا حنا ديك الكره ديال الكروم كنقطعوها اما على النص ولا على ثلاثه وكنرميوها في البرمه، ولكن راه كيكونوا فيها شي حشرات لداخل يعني ما ايه كيبانوش لينا وكيصعب علينا ننقيوه. كناخد الكروم ديالي، كناخد شي اناء كندير فيه ماء طايب مع الملح والخل، وكنغطس فيه داك الطرف ديال الكروم واحد 10 دقائق. عاد ديك الساعة كان راه كيبان لينا يعني دوك الحشرات، راه هذا ايه كيبانو لينا دوك الحشرات يعني في السطح ديال الماء، دوك الحشرات الصغار. ايه من بعد صافي كنقيوه وكنخضروا به الكسكسو ديالنا، ايه فعلا كنرميوه في البرمه ديالنا. دوك الحشرات تيكونوا ما بين الوريقات، يعني كيطلعوا كيبانوا في الماء فعلا، مع داك الخال مع الملحه ولا الحامض. الله يعطيك الصحه فعلا. ايه بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو الربيع يابس، بحال مثلا السيدات اللي على برا، كناخدو الربيع ديالنا يعني قزبور معدنوس كرافس، كنقيهم ونغسلهم وكنخلي لهم دوك الوريقات وحتى دوك السيقان الرقاق، وكنديرهم واحد شي شبكه يعني حتى كينشفوا مزيان. هذيك الساعه كناخذ واحد بلاطو كبير كنفرش فيه شي منديل يكون نقي، وكنحط فوق منه داك الربيع كل حاجه يعني بوحدها، وكنغطي داك البلاطو بشي زيف يعني خفيف صافي، وكنخليه شي بلاصه مهويه يعني ما نديروش في الشمس، وما نديروش في الفران ايه واخا صافي. مره مره كنحركوا داك الربيع ديالنا حتى كيبس، لينا، وكنفركو غير بين يدينا يعني ما نطحنو ما والو، الا طحنا راه كيجعل لينا بحال الحنه. من بعد كنعمرو في القراعي ديال الزاج كل حاجه بوحدها، وكنديرو ضروري نديرو واحد الحبه ديال الملح الحيه باش كتحافظ لينا على داك اللون ديال الربيع. ايه ندوزو بواحد الطريقه سهله باش كنديرها انا، كنديرها ديما باش تكون عندنا ديك لاسيبوليت في الدار، يعني الثوم القصبي. ايه كناخد واحد الراس ديال الثومه البلديه كنوضعها في شي كاس مع طريف ديال واحد شويه ديال الملح الحيه، وكنعمر عليها الماء، ولكن كنخلي ديك النبته خارجه شويه صافي، وكنحطوها غير حدانا في الكوزينه يعني حدا شي شرجم هكايا. مره مره كنزيدوا الماء، راه دغيا كتنبت هذيك وكتطلع صافي، ونبقاو نقطعوا منها وكنسمو بها الاطباق ديالنا، وهي محدنا كنقطعوا دوك الريوس وهي كتطلع دغيا. ايه مزيان. الثوم القصبي الصراحه كيبنن، لا سواء حشوات ولا الشربات يعني وبنين. وبعد النوبه صراحه ما كنلقاوهاش هكايا ملي كاين فعلا. ايه نعطي واحد السير باش كيجي من دوك المشويات، سواء مثلا اللحم الدجاج، كيجي اللون ديالهم زوين كيشهي بحال اللي تيكونوا في المطاعم الكبرى. السير انا كنزيدو في ديك لا ماغينات ديال الشرموله فاش كنرقدوهم، شويه ديال لاكاسونات يعني السكر الاشقر والسوجا، وشويه ديال الكاتشوب. ملي كنشويهم راه كيجي فيهم واحد اللون غزال. ندوزو لنصيحه اخرى بالنسبه للطاجين اللي كنخضروه بالخرشوف، عفوا احنا دائما العيالات كيعجبنا نخضروا بالخرشوف، ولكن كيطلق الماء بزاف. المشكل اللي كيدير هو كيطلق لينا الماء بزاف، يعني قبل ما نخضروا به كناخذوه وكنسوطيوه مع شويه ديال الزبده في واحد المقله اللي ما كتلصق صافي. ملي كنسوطيه مباشره كنطيبوه كنخضروا به، هذيك الساعه ما كيطلق لا ما لا والو، كتجي ديك المريقه ملبيه وخاتره. بالنسبه للسيدات اللي دغيا كيتهرس ليهم الطاجين، يعني الطاجين ديال الطين دغيا كيتشقق يعني ما كيصبرش ليهم بزاف. واخا السنة واش هي تفضلي مليكه. اي كنتسنى الطاجين. من الاحسن دائما الا بغينا نشريو الطاجين الخاص بالغاز، هو كيصلح لينا الغاز وكيصلح لينا الفخر، فدابا راه موجودين. وقبل ما نستعملوه يعني ما نسبقوش فيه الماء نهائيا، يعني ما نرقدوهش في الماء، لان كاين اللي كيبيتو في ليله كامله في الماء، ولكن الا شبع الماء بزاف صراحه راه كيطرطق وما كيصبرش مده بزاف. يعني هذه بالتجربه انا الطريقه اللي وليت كندير ليه، يعني كيصبر لي مده وما كيطرى ليه والو. كناخذ الطاجين كنمسحو مزيان، ما كندير فيه لا ما لا والو،
كندهنو بالزيت مزيان بالزيت، وكنخلط الزيت مع الملحه كندهنوه مزيان. وكان هاد الملحه هادي راه كتعقم لينا الطاجين وكتحيد فيها حتى ديك الريحه ديال الطين، طين ديك الريحه ديال الطين اللي كتلقى لينا في الماكله. والطاجين ما كيلصق ما كيطرى ليه والو، كنخليو هاد الزيت وهاد الملحه واحد في الطاجين واحد نهار حتى ليومين. ولكن الا بانت لينا الا بان لينا داك الطاجين راه تشرب هذيك الزيت، كنعاودو مره اخرى كنعاود ندهنوه شحال ما كثرنا الزيت مزيان. والمرحله الثانيه كناخدوه وكنغسلوه بماء يكون سخون، يكون سخون مزيان. من بعد كنعمروا عليه ما طايب، كنعمروا هذاك الطاجين بالماء يكون طايب يعني طلق الصبوله، وحتى ديك الغطايه ديالو كنقلبوها ونعمروها حتى هي بالماء طايب. نخليو هذاك الماء يعني حتى كيبرد، عاد كنخويو ونعاودوا العمليه المره الثانيه. صافي ديك الساعه راه تيكون واجد، يعني كيجي ملس شارب الزيت وما كيطلقش ديك الريحه ديك ديال المرقه، يعني اي حاجه ديك الساعه طيبتيها فيه صافي كتبقى ما المرقه. كيطلقش ديك ما كيطلقش ديك الريحه ديال الطين في الطياب. والوقت حيت فاش نبغي نطيبو فيه ضروري نغليو فيه شويه ديال المحل مع الماء عاد نطيبو فيه. عاد نبداو نطيبو فيه. عاد نطيبو فيه. وفكرتيني نيت واحد النصيحه على قبل الطاجين، يعني ملي كنطيبو الطاجين وكنساليو كنطفيو عليه من فوق العافيه ولا من فوق الفاخر ولا بعد النوبات، كاين السيدات اللي كيهزوا مثلا هذاك الطاجين وكيحطوه فوق البوطاجير ولا كان فيه الماء، يعني السخونيه ديال الطاجين مع ديك البروده ديال البوطاجير، فمره على مره هي كتساعد على انه يتشقق او يتقسم لينا على النص. فدائما نكونوا حاطين طبيقه يعني فوق البوطاجير باش مجرد ما نطفيو عليه العافيه نحطوه يعني من حاجه سخونه، ويعني وهذاك حتى هو كيبقى سخون، فما نحطوش على شي حاجه بارده مباشره. وحتى ملي كنبغيو نرويو ونزيدو ليه الماء وداك الشيء ضروري نزيدو الماء يكون سخون، ما نزيدوش الماء البارد. فعلا، واصلا هذا راه من الاسباب اللي كنزيدو الماء بارد راه كنزز اللحم ولا الدجاج كيتعطل في الطياب وما كيجي زوين، ديما الماء سخون. بالنسبه حتى شي طنجره ولا كاسرونه مثلا الا كتلصق لينا وكتحرق كتحرق لينا الطياب، حتى هي قبل ما نستعملوها يعني نطيبو فيها كنغليو فيها شويه ديال الملح مع الماء، كنخليها واحد 10 دقائق. الا كانت مثلا شي طنجره غنطيبو فيها الماكله ديالنا وهذا، من الاحسن ما نشلو ما والو، صافي كنطيبو فيها مباشره، راه ما كتلصق ما والو. سيرتو الا كانت جديده، الا كان شي طنجره كاعنا جداد شي حاجه جديده وهذا، هادشي ديالها سميتو كيلصق لينا الماكله. وكندير لها هاد العمليه يعني ناخدو الملح مع الماء ونغليو واحد 10 دقائق صافي، ومن بعد ما نشلوش هاد الطنجره هادي يعني كنطيبو فيها مباشره، فما كتلصق ما والو.